بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتتميما لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في صلاة التطوع، بدأ بالحديث عن صلاة الوتر. والمصنف رحمه الله تعالى لم يورد من أنواع قيام الليل إلا الوتر، ولذا فإن من المناسب أن نتكلم عن قيام الليل عاما ثم عن الوتر خاصة. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن صلاة الوتر جزء من قيام الليل، إذ بين قيام الليل وبين الوتر عموم وخصوص مطلق، فكل صلاة وتر هي قيام لليل، وأما قيام الليل فليس كله هو الوتر. هذه المسألة إذا عرفتها انحل عندك إشكال كثير قد يقع من بعض أهل العلم والفضلاء حينما لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في حضره ولا في سفره عن 11 ركعة، إنما حكت عائشة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فقط ولم تحكي غيره، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد وكان له حزب من قيام الليل قبل ذلك، أي قبل صلاته الوتر. ولذا فإن هناك فرقا بين الوتر وبين قيام الليل، فالوتر جزء من قيام الليل. فمن أوجه الفرق بينهما، أو من أوجه العموم بينهما، أن قيام الليل وقته أعم، إذ قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب، فكل صلاة تصلى بعد صلاة المغرب هي من قيام الليل. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيون ما بين العشاءين، أعني المغرب والعشاء، وإحياء ما بين العشاءين داخل في عموم الوتر. من الفروق بينهما أن قيام الليل لا حد له، كما جاء في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الوتر فالسنة ألا يجاوز 11 ركعة. قيام الليل يشمل الوتر ويشمل التنافلة المطلقة ويشمل كذلك صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح من قيام الليل وليست من الوتر، بدليل ما ثبت عن أبي رضي الله عنه أنه كان يصلي بالناس التراويح ثم يوتر وحده، أي يذهب إلى بيته فيصلي ورده من الوتر 3 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة. إذن هذه المسألة ذكرتها في البداية لأنك أيها الموفق إذا عرفتها انحل عندك إشكال كثير فيما يتعلق بقيام الليل. كثير من الإخوان يعترض ويقول: لما نصلي التراويح 20 ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى 11؟ نقول: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 11 ركعة، أما التراويح فقد انعقد الإجماع، حكى إسحاق بن راهوية الإمام الحجة أن المسلمين منذ عهد الصحابة رضي الله عنه إلى وقته يصلون التراويح 20 ركعة، وما زالت تفعل في بيت الله الحرام هنا وفي مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر فصلي 11 أو 7 أو 5 أو 9 أو 3 ركعات. هذا الوتر هو من قيام الليل، لكنه أفضل قيام الليل، أفضل قيام الليل الوتر. وقلنا إن من علامات أفضلية الفعل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لازمه. قالت عائشة أو ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم صلاة الوتر في حضره وسفره، وسيأتي بعد قليل. ولذا يقول الشيخ: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. ومعنى كونها مؤكدة أمور: الأمر الأول أنه يلزم المحافظة عليها والمداومة وعدم تركها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتركها حتى في السفر. ثانيا
أنه يكره تركها، فإن من ترك الوتر بصفة دائمة فإنها علامة فوات خير فيه. الأمر الثالث أنه يشرع قضاؤها، ولذا فإن لأهل العلم قولان: هل الوتر يقضى أم لا؟ قولان في المسألة، والصحيح أنها تقضى، يقضى الوتر وهو المعتمد عند فقهائنا، لكنه يقضى بعد طلوع الفجر شفعا. وأما إن قضاها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر أيضا ففيها روايتان، والأكثر من أصحابنا على أن من فاتته صلاة الوتر وأذن عليه صلاة الفجر فصلى الوتر قبل صلاته الفجر فإنه يصليها وترا، وهذا عليه الأكثر وليس المشهور، لما روى محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر عن عشرة أو أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا فاتهم وترهم وطلع الفجر عليهم صلوه وترا قبل صلاة الفجر. وأما إذا صلى المرء الفجر فإنه يلزمه أن ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يقضيه بعد ذلك شفعا، ولا يقضيه قبل طلوع الشمس لأنه وقت نهي على أصح قول العلماء في المسألة. قال: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا كما حكته عائشة رضي الله عنها. قال: وحث الناس عليه. وقد جمع محمد بن نصر المروزي تلميذ إسحاق بن راهوية جزءا كبيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار أصحابه رضوان الله عليهم في الوتر والحث عليه والتأكيد على مشروعيته، بل إن بعض من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة يرى وجوبه، وإن كان الصواب مجانبا لقوله، ولكن هذا يدلنا على تأكيد الوتر. ويجب على طالب العلم إن كان غير محافظ على الوتر أن يعاهد نفسه، لا على سبيل النذر وإنما معاهدة النفس فقط، لأن النذر إنما يستخرج من البخيل، أن يعاهد نفسه وخاصة ما دام في بيت الله الحرام في هذا الموضع الذي هو أشرف موضع، على أن يجعل له وردا من الليل بالتدريج، بأن يبدأ فيه بوتره، والوتر يتدرج فيه بعدد الركعات، فيبدأ بركعة ثم بثلاث ثم إلى أن يصل إلى 11 ركعة، ويتدرج فيه كذلك باعتبار الطول والقصر، فيبدأ قصيرا ثم يطيله فيجعل له حزبا ووردا من الليل، ويتدرج فيه كذلك باعتبار الوقت، فإن المرأة يبدأ في الوتر عقب صلاة العشاء ثم بعد ذلك ينقله ويجعله قبل نومه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، ثم بعد ذلك إذا استتم له الأمر واعتاده جعل وتره عند قيامه لصلاة الفجر فيستيقظ قبل صلاة الفجر بقليل ثم يوتر، ثم إذا أصبح الوتر له سجية وعادة جعل الوتر في أفضل أوقاته في السدس الخامس من الليل، بحيث يسبقه نوم ويلحقه نوم، وهذا أفضل وقت للوتر، وهو قيام داود عليه السلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تفعله ابتداء فتشق على نفسك، وإنما تدرج، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أو جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. بعض إخواننا يسمع فضل الوتر فيبدأ من أول يوم بأشده وأكمله وأعلاه ولا يستطيع أن يصل إلى يومين أو ثلاثة، فالنفس تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى رياضة. وقد ألف أبو نعيم الأصبهاني كتابا سماه رياضة الأبدان، فالمرء يروض بدنه في العبادة ويؤدب نفسه شيئا فشيئا. نعم. وأقله ركعة. نعم. قال: وأقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. والوتر هو الفرد من العدد، وأقل الفرد ركعة، فدل على أن أقل الوتر ركعة. وأكثره 11. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في حضره ولا في سفره على 11 ركعة. ليس معنى ذلك قيام الليل، بل قد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، بل في بعض نسخ البخاري أنها 15 ركعة،
فقد جاء في بعض النسخ كما في هامش اليونانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم 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 أوتر بركعة، فدل ذلك على أنه صلى 15 ركعة متوالية، وتره منها 11 والأربع نافلة مطلقة. إذن المقصود بقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة أي الوتر، فهو أكثر الكمال. ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، قلت لكم قبل قليل إن الفرق بين الوتر وقيام الليل أن قيام الليل وقته من بعد المغرب، لكن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء. وعبر المصنف بصلاة العشاء لأن العبرة ليس بالوقت وإنما بالصلاة، فمن جمع تقديم جاز له أن يوتر من حين يصلي العشاء ولو لم يدخل وقتها الخاص، وكذلك من جمع تأخير أو أخر العشاء لآخر وقتها، من أخر العشاء لآخر وقتها فإنه لا يوتر قبل صلاته العشاء ولو دخل وقت العشاء، إذ وقت الوتر بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء. هناك في التراويح ما هو وقتها لمن يتذكر؟ ما هو وقت صلاة التراويح؟ بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة. انظر الفرق بين الوتر وبين التراويح، لأنهم يرون أن السنة الراتبة لا تدخل في التراويح، فلذا قالوا إن وقت التراويح بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة، لم يذكره المصنف لأنه لم يتكلم عن التراويح. نعم. والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. نعم، قول المصنف والأفضل أن يكون آخر صلاته، معنى هذا الكلام أن المرأة إذا جعل الوتر في آخر صلاته آخر الليل فقد فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر صلاة خفيفة، فدل ذلك على أنه يجوز. وبناء عليه فالعلماء يقولون إن من صلى الوتر وأراد بعده أن يصلي صلاة أخرى فماذا يفعل؟ بعض الناس يحبب الله عز وجل له الصلاة، تحب يعني تصبح الصلاة له محبة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. من نعم الله عز وجل على العبد أن يفتح له باب طاعة. بعض الناس يفتح له في القرآن فيصبح قراءة القرآن أحب إلى نفسه من لعق العسل، وبعض الناس يفتح عليه في الصلاة، وبعض الناس يفتح عليه في الصدقة، وبعض الناس يفتح عليه في العلم، كل واحد يفتح عليه في شيء. ومن أعظم ما يفتح على المرء نعم أن يفتح عليك في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليه الصلاة فتكون قد فعلت ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يوتر ثم بعد وتره يطرأ عليه إرادة للصلاة فماذا يفعل؟ قال أهل العلم فيها 4 صور. الصورة الأولى قالوا أن يصلي بعدها شفعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدها شفعا وهذا هو الأتم. الصورة الثانية أن ينقض الوتر، بمعنى أن يصلي وترا ثانيا ثم يصلي شفع ثم يصلي وترا ثالثا، وهذه وردت عن بعض الصحابة ولكن كبار الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، ولذا فإن هذه الصورة فيها ما فيها عند بعض أهل العلم، لكن يقولون إنها تجوز، وهذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، أخذوا بمنطوقها ولم يأخذوا بمفهومها، فقالوا لا وتران لكن يصلح أن تكون 3، فمفهوم العدد ليس حجة مطلقة. الحالة الثالثة أن يصلي وترا ثانيا بعده، فيصلي الوتر الأول ثم يصلي شفع ثم يصلي بعده وتر، فقالوا ليس هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: لا وتران في ليلة، فيكون داخلا في النهي. إذن عندنا 3 صور، الرابعة متعلقة بمن صلى الوتر مع الجماعة وليست محلها هنا. نعم. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
هذا الحديث يدلنا على أفضل أوقات الوتر، وأفضل أوقات الوتر ننظر له باعتبارين، باعتبار الزمان وباعتبار الحال. أما باعتبار الزمان فإن أفضل أوقات الوتر الثلث الأخير من الليل، حينما يتنزل الجبار جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستعيد فأعيده. إذن أفضل أوقات الوتر الثلث الأخير من الليل، كما أن الثلث الربع السدس الأول منه أو النصف الأول من الثلث الأخير أفضل من الثلث الثاني الذي بعده، لأنه قيام داود. فقد كان داود عليه السلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فإذا جمعت بين ثلث الليل الأخير وبين الثلث الذي يكون بعد النصف لعلمت أن السدس الأول من الثلث الأخير أفضل من السدس الذي بعده. إذن هذا أفضل أوقات قيام الليل باعتبار الزمان، يليها بعد نصف الليل، يليها في أول الليل. الأمر الثاني، أفضل أوقات الوتر باعتبار الهيئة، فإن أفضل أوقات الوتر باعتبار الهيئة هو ما سبقه نوم ولحقه نوم، بحيث يكون المرء قد استيقظ لأجل صلاة الوتر فقط، فهذا أفضل هيئاته، وهو قيام داود وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه ما كان بعد النوم، لأنه يقوم من مضجعه ويترك مرقده فيقوم لأجل الوتر فيكون أفضل، وهي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يكون قبل النوم، لحديث أبي هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام. والدرجة الرابعة أن يكون بعد العشاء مباشرة، فليس قبل نوم، فليس قبله نوم ولا بعده نوم. هذا كلام أهل العلم في باعتبار أو أفضل أوقات الوتر زمانا وهيئة. وقلت لكم طالب العلم والمسلم عموما لا يبدأ بالأشد والأكمل لأن فيه صعوبة، وإنما يبدأ يروض نفسه ويتدرج بها حتى يصل لأكمل الكمال. صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الصلوات المسنونة، وهي صلاة الاستسقاء. والاستسقاء وهو طلب السقيا من الله عز وجل، وقد ورد في طلب السقيا ثلاثة هيئات: الصلاة المفردة وسنتكلم عنها بعد قليل، والدعاء في أثناء الصلاة بأن يدعو المرء في صلاته في سجوده وقبل سلامه، والموضع الثالث أن يدعو بها في الخطبة، فإن الدعاء بها في الخطبة مشروع وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من دعا في الخطبة فإنه يشرع له رفع اليدين، وقد جاء من حديث غطيف الثماري رضي الله عنه أنه قال: إن رفع اليدين في الخطبة في غير الاستسقاء بدعة. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، دلنا ذلك على أن الاستسقاء في الخطبة له ميزة وسنة خاصة به غير مشروعة في غيره، وهي رفع اليدين ومدهما. طيب، الاستسقاء وهو طلب السقيا دعاء في الصلاة أو في الخطبة أو الصلاة المفردة، يجب أن نعرف مسألة مهمة جدا فيها، وهو متى يكون موجبها. ألم نقل إن الكسوف له موجب، وهو كسوف الشمس إلى تجليها، فلا تجوز قبله ولا تجوز بعده؟ كذلك نقول في الاستسقاء، فإن الاستسقاء سواء كان دعاء خطبة أو كان الاستسقاء صلاة مفردة له موجب، ولا تشرع صلاة الاستسقاء بلا هذا الموجب. ما هو الموجب؟ قال الشيخ: هي سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. هذا على سبيل الإجمال. فصله العلماء قالوا: إنما تصلى صلاة الاستسقاء عند وجود واحد من سببين. السبب الأول: إذا أجدب الناس فقل المطر فلم يجدوا ماء يسقون به أنفسهم أو بهائمهم، أو قل المطر
فلم يجدوا ماء يسقون به زرعهم، أو قل المطر فلم تنبت الأرض كلأ من غير زرع، لأن المطر كما تعرفون في بلاد الصحراوية كبلادنا نحتاجه لأجل الكلأ، أصحاب الحلال ينتفعون بالكلأ إضافة للماء الذي تشربه دوابهم، فكل هذا من باب حاجة الناس إليه. أيضا قد تكون الحاجة لفقد الماء ليس للمطر نفسه وإنما لأثره، كأن تغور العيون والآبار، البلدان التي فيها عيون تغور فتنزل الماء تحت، والقلبان والآبار تنزل المياه تحت، فتسأل الله عز وجل المطر في بلدان أخرى ليرتفع الماء عندك. ومثله أهل الأنهار، فأهل مصر مثلا لا ينتفعون بالمطر وإنما ينتفعون إذا زاد المطر في بلاد المصب، فيستسقون الله عز وجل المطر ليزيد الماء في أنهرهم وهكذا. إذن فليس المقصود من استسقاء المطر فقط، وإنما كل ما احتاج الناس إلى الماء في سقي وزرع وكلأ وعيون وآبار وأنهار ونحوه. هذا السبب الأول وهو الحاجة إلى الماء. السبب الثاني قالوا تأخر المطر، فإذا تأخر المطر عن وقته المعتاد ولو كان الناس بحمد الله عز وجل عندهم من الماء في آبارهم وفي عيونهم وفي أنهارهم، أو كان الماء موجودا عن طريق هذه الوسائل التحلية وغيرها، فيشرع الاستسقاء. وأما إذا لم يوجد واحد من هذين الموجبين فلا استسقاء. ولذا ترى الأئمة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستسقون السنة كلها، وإنما يستسقون في الأشهر التي تكون مظنة لنزول المطر، لأنه تأخر وقت المطر عن وقته أو كان الناس في حاجة إليه. أما أن تستسقي السنة كلها فليس ذلك مشروعا، وإنما يكون مشروعا عند وجود واحد من السبيل التي ذكرتها. نعم. وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. نعم، قال صفتها كصفة صلاة العيد، وسيأتينا إن شاء الله صفتها بعد قليل. ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. نعم، يقول ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتخشع يكون في نظره، والمتذلل بفعله، والمتذلل في مشيه، والمتضرع بفعله وهيئته. فيصلي ركعتين ودعاءه. نعم، قال فيصلي ركعتين، فتصلى ركعتين فقط لا يزاد عليهما، وتكون صفة هاتين الركعتين كصفة صلاة العيد بالتكبيرات الزوائد الست والخمس. ثم يخطب خطبة واحدة. نعم، الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد أن صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة فقط، بينما صلاة العيد لها خطبتان. هذا عند من قال إن صلاة الاستسقاء يشرع لها الخطبة. نعم. يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى بالناس استسقى بهم وقرأ آيات الاستغفار. ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. نعم، قال ويلح في الدعاء مطلقا، سواء كان في خطبته أو في صلاته أو في كل أحواله، والله عز وجل يحب الملح في الدعاء. ومن حكمة الله عز وجل أنه يمنع القطرة عن بعض الناس ليسمع دعاءهم، ومن حكمته جل وعلا أنه يؤخر القطرة أوقاتا كثيرة لكي يكون فتنة لبعض الناس، فيقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فحينئذ يعرض عن الدعاء. والمسلم لو لم يكن من الاستسقاء والدعاء إلا فعل العبادة لكفى، كما جاء عن بعض السلف وهو عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأحمل هم الدعاء أكثر من همي حمل الإجابة. فإذا استشعر المسلم أن الدعاء في ذاته عبادة وأن الله عز وجل يحب هذه العبادة، بل قد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فيدلنا ذلك على أن الله عز وجل يسر لك سببا تبذل به هذه العبادة وهو موجب الاستسقاء. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. نعم، فالشر هو المراد بالشر هو القحط
وإنزال الرحمة هو المطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل مطر قال إنه رحمة وإنه حديث عهد بربه. فلا شك أن المطر رحمة بالقلوب وبالأبدان والوجوه والأراضين والحيوان، إنسان كان أو بهيمة. كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم. نعم، التوبة من جميع الذنوب، والخروج من المظالم أي من مظالم الخلق. والفرق بينهما أن التوبة تكون في ذنب العبد مع ربه، وأما إن كان الذنب مع الآدميين فإن التوبة وحدها لا تكفي، بل لا بد من رد حقوق الآدميين أو تحللهم، هذا إذا كانت المظلمة ذات مال. وأما إن لم تكن المظلمة ذات مال بأن كانت غيبة، فالصحيح عند أهل العلم أنه لا يلزم التحلل من صاحبها، وإنما يكفي الدعاء له. ذكر ذلك بمفلح الأدب. والإحسان إلى الخلق. والإحسان أي بأن يبذل إليهم من الصدقات ولطف الكلام وحسن الخلق، وأن يقضي حاجة المسلم وأن يعينه على أمره. وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم، وهي جميع مكارم الأخلاق والآداب الشرعية. أوقات النهي. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لصلاة التطوع بالحديث عن أوقات النهي. مناسبة ذلك أن هذه الصلوات، صلوات التطوع، لا يشرع فعلها في أوقات النهي إلا ما ورد النص به، وسأشير لبعضه في كلام المصنف. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. طيب، أوقات النهي يقول أهل العلم إنها خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الوقت الأول والثاني متصلا، والوقت الرابع والخامس متصلا، فقد تجعل الوقت الأول والثاني وقتا واحدا، والثالث يكون هو الثاني، والرابع والخامس يكونان هو الوقت الثالث. إذن لا فرق بين جعلها ثلاثة أوقات وبين جعلها خمسة أوقات، وإنما هو بسط في العرض وإجمال فيه. هذه الأوقات سيأتي في كلام المصنف بسطها وذكرها. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. أوقات النهي إنما ينهى فيه عن الصلاة النوافل، وأما صلاة الفرائض فإنه لا ينهى عن الصلاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها، يشمل ذلك وقت النهي وغيره. إذن الفريضة سواء كانت أداء أو كانت قضاء فإنه يجوز فعلها حيث وجبت على الآدمي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قول المصنف: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. كلمة المطلقة تحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن تكون المطلقة يقابلها المستثنى، بمعنى أن هناك نوافل مستثنات يجوز فعلها في وقت النهي، ورد النص بها. من هذه النوافل المستثنى التي ورد النص بها ركعتا الفجر، فإن ركعتي الفجر تصلى في وقت نهي بعد طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فدل ذلك على أنها مستثنات. من المستثنات كذلك ركعتا الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، فدل ذلك على أن صلاة ركعتي الطواف تجوز ولو كان في وقت النهي لورود النص به. إذن الاحتمال الأول أن يكون ما يقابل المطلقة ماذا؟ المستثنى، وهذا هو المشهور على المذهب. المعنى الثاني أن يكون المقابل للمطلقة المقيدة، وهي ذوات الأسباب، فيكون ذوات الأسباب هي المقابلة للمطلقة، فكل ما كان من السنن من ذوات الأسباب
فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي. والحقيقة أن هذا القول وإن قال به المصنف والشيخ تقي الدين لكن لا يصح إطلاقه، للاتفاق أن بعض ذوات الأسباب لا يصح فعلها في أوقات النهي، ولذا لا بد عليه من زيادة قيد. لكن على العموم أنا ذكرت لك الاحتمالين لكي تعرف الروايتين وأن كلام المصنف يحتمل الثنتين. نعم، بدأ بالوقت الأول فقال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. قال الوقت الأول على سبيل الإجمال من الفجر إلى أن ترتفع قيد رمح. قول المصنف من الفجر أي من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت دخول صلاة الفجر، وقوله إلى أن ترتفع قيد رمح يعني إلى أن تطلع الشمس ثم ترتفع بمقدار ارتفاع الرمح إذا كان الأفق بينك وبينها جلي وليس بينك وبينها مانع من جبال أو بناء، وغالبا ما يكون ذلك بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة على أقصى تقدير. هذا الوقت يشمل وقتين في الحقيقة على سبيل البسط، فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. ومن المهم أن تعرف أوقات النهي على سبيل البسط لأنه سينبني عليه حكم سأذكره بعد قليل. نعم، ومن صلاة العصر إلى الغروب. نعم، الوقت الثاني والثالث، الثاني إجمالا والثالث والرابع بسطا، من صلاة العصر. انظر هنا الفرق، فرق بين الوقت الأول والثاني. الوقت الأول متعلق بطلوع الفجر، بينما العصر متعلق بصلاة العصر. لماذا علقنا وقت النهي بالصلاة؟ لسببين. الأمر الأول ما نص عليه أحمد وشيخ تقي الدين وغيرهم أن أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم علقت النهي بالصلاة أي بصلاة العصر، ولم تعلقه بدخول وقت صلاة العصر أكثر الأحاديث، فنعمل بالأكثر. الأمر الثاني أنه قد جاء عند الترمذي مشروعية سنة غير راتبة، لأن السنة الراتبة قد يجوز فعلها في وقت النهي، لكن السنن غير الراتبة لا يجوز فعل وقت النهي، وهو ما جاء عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذه سنة عامة، فلو كانت في وقت نهي لما كان، لو كان وقت نهي لما شرعت، فدلنا ذلك على أن وقت النهي إنما هو من صلاة العصر. وبناء على ذلك فلو أن امرأ أخر صلاة العصر نصف ساعة أو ساعة في الصيف كهذه الأيام، فمتى يبدأ وقت النهي من الصلاة؟ لو جمع تقديم مع الظهر الساعة الواحدة، فمن الساعة الواحدة يحرم عليه الصلاة. دائما في الحج الإخوان يقولون لماذا لا نتطوع في يوم عرفة؟ الجواب من أنت الذي تعبث بلحيتك؟ لماذا لا نتطوع في يوم عرفة في عرفة؟ لماذا لا نصلي؟ والرسول لماذا لم يصلي؟ ما تدري، بيض الله وجهك. سمي شيخنا أحسنت، لأن في يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فيصبح وقت نهي، ما يجوز لك أن تصلي أي صلاة، ما يجوز لك أن تصلي، فلذلك لا يتطوع في يوم عرفة لمن جمع تقديم فيها، ما يجمع فيها. طيب، هذا الوقت وقت النهي الذي ذكر المصنف قلت إنه على سبيل الإجمال فيشمل وقتين، الوقت الأول من صلاة العصر إلى أن ترمض الشمس يعني تتحيل للغروب، والوقت الثاني من حين أن تتحين للغروب إلى غروبها، وقتان. الوقت الأخير ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول والله أعلم. نعم، هذا الوقت الثالث وهو من عند قيام قائم الظهيرة، بمعنى أن تكون الشمس في كبد السماء، فلا ظل من ذات المشرق ولا للمغرب للشاخص، وقد يكون له ظل للشمال أو لجنوب، أو عندما يحصر الظل لأقصر طول له، هذا هو عند قيام قائم الظهيرة. ثم إذا مالت الشمس للغروب وأصبح الفيء شرقا
حينئذ دخل وقت الظهر. إذن الوقت الخامس هو وقت قصير قبل أذان الظهر، ربما بدقيقتين، ربما بدقيقتين، على أكثر تقدير بثلاث دقائق. هذه خمسة أوقات، انظر معي، قلت لكم إنها خمسة وثلاثة على سبيل الإجمال. العلماء يقولون هذه الخمسة منها ثلاثة قصيرة هي أشد أوقات النهي. الأوقات القصيرة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند ووقت الغروب عندما تتحين الشمس للغروب، هذه أوقات نهي مشددة. ما الذي يزاد فيها؟ نقول يزداد النهي فيها حتى عن صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين المنهي عنهما في الصلاة فيهما بعد صلاة العصر مباشرة. الحرم ألسنا نصلي على الجنائز بعد صلاة العصر؟ نقول يجوز، فيجوز الصلاة في الأوقات النهي الطويلة الجنازة، وإنما ينهى عن صلاة الجنازة وعن الدفن في المقابر في أوقات النهي الثلاثة. قال عقبة: ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة أن نصلي فيها وأن ندفن فيهن موتانا، نهينا عن الصلاة أي صلاة الجنازة وأن ندفن فيهن موتانا، ثم ذكر الأوقات الثلاثة القصيرة. إذن مهم جدا أن تعرف الأوقات على سبيل إيش؟ البسط، لأن بعضا من الأوقات وهي القصيرة الثلاثة لها أحكام زائدة على الوقتين الطويلين. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. بدأ يتكلم مصنف عن باب من صفة الصلاة وهو باب صفة الجماعة والإمامة، والجماعة من لوازمها الإمامة، ولذا قارن بينهما. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. قال: وهي فرض عين، أي يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة جماعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة، جمع بعض المعاصرين عشرة أنواع من الأحاديث كلها تدل على وجوب الجماعة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أذهب إلى أقوام من يتخلفون عن صلاة الجماعة لأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبية. فمعاقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحريق وهمه بذلك يدل على وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة، منها ما روينا وإن كان في إسناده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا رواه الدارقطني وغيره، وفي إسناده ما قال. وهناك أحاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى. قول المصنف هنا على الرجال يدلنا على أن النساء لا يجب عليهن الجماعة، وقد جاء النساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فضل الرجال بالجمعة والجماعة، فدل على عدم وجوب الجماعة عليهن. قال: حضرا وسفرا. أما حضرا فواضح، وأما السفر فإنما تجب الجماعة على المسافر في حالتين: إذا كانت معه رفقة بأن سافر رجال فيجب عليهم أن يصلوها جماعة. الحالة الثانية: إذا كان المسجد، إذا كان يسمع النداء وقد مكث في بلد، لأن سيأتينا بعد قليل أن المسافر ثلاثة، منهم الماكث في بلد أقل من حد الإقامة، فهذا يسمى مسافرا، فإن كان يسمع النداء فيجيب عليه: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، في قصة الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان المرء قد سافر وحده أو مكث في بلد في محل بعيد عن سماع النداء فإنه لا يلزمه الإجابة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. نعم، تقدم الاستدلال بهذا الحديث. وأقلها إمام ومأموم. نعم، أقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وصلى بجابر وصلى بغيرهم، فدل ذلك على أن أقل الجماعة اثنان. وأما أقل الجمع وهي مسألة أصولية فثلاثة، ففرق بين الجماعة وبين الجمع. إذن أقل الجمع اثنان: إمام ومأموم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لما جاء عند الإمام أحمد في المسند
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أحب أو لفظ أفضل عند الله عز وجل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وكلما زاد كان أحب إلى الله، أو نحو مما قاله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدلنا على أفضلية الجماعة ولا يدلنا على عدم وجوبها، وإنما يدلنا على أفضلية الجماعة وعلى صحة صلاة الفذ، إذ الواجبات اثنان واجبان، صلاة الفريضة وصلاتها جماعة، فمن أداها جماعة فقد أدى الواجبين، ومن أداها فردا صحت صلاته وأثم على تركه الجماعة إن كان من أهلها ووجد شرطها. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. نعم، هذه مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهو أن من دخل في مسجد ووجد هذا المسجد يصلون جماعة فإنه يشرع له أن يصلي معهم، ولكن له شروط. الشرط الأول أن يكون قد دخل المسجد لحاجة ولم يكن دخوله المسجد لأجل تكرار الصلاة، لأنه لا يشرع تكرار الصلاة أكثر من مرة، يعني ما تصلي في المسجد الأول ثم تذهب للمسجد الثاني لتصلي معه، وإنما دخلت المسجد الثاني لحاجة تريد المكث فيه، عندك حلقة قرآن أو حلقة علم، أو تريد أن يعني أي سبب من الأسباب، أو تريد شخصا مثلا، فحينئذ دخلت لا لأجل الإعادة وإنما لحاجة في المسجد. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الجماعة التي أدركتها في المسجد تكون هي الجماعة الراتبة، وأما إن لم تكن الجماعة الراتبة فإنك لا تصلي معهم لأنك صليت الفريضة. والقاعدة عندنا أن العبادات لا تعاد ولا تكرر بغير مقتضى. صورة ذلك مساجد الطرقات صلى فيها 5 جماعات أو 6 جماعات، فإذا دخلت فليست لهم جماعة راتبة وكنت قد صليت الفريضة فلا يلزمك أن تصلي معهم. ومثله إذا دخلت مسجدا ووجدت الجماعة الراتبة قد انقضت ووجدت جماعة أخرى فلا يشرع لك أن تصلي معهم. ولذلك العلماء يقولون هناك 5 أحكام كلها متعلقة بالراتبة، الجماعة الراتبة، إمام الحي، منها هذه المسألة التي ذكرت لك. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.